لك مبروك التأهل على حساب سان داونز، وتأهل صعب الحقيقة في ظروف صعبة جدا خاضها النادي الأهلي قبل المواجهة، سواء ذهابا في القاهرة أو إيابا في جنوب أفريقيا. أستاذ أحمد، يمكن احنا كلمنا كذا مرة في المواضيع ديت، كانت الناس كلها بتختلف على إمكانيات مستر موسيماني. الراجل ده بيلعب بطريقة مختلفة، بيلعب بعقول الناس، لا بيلعب بفكره هو العالي اللي هو إيه. ممكن الناس كتير أو تختلف معايا في دي، راجل غير سيستم طريقة لعب النادي الأهلي ل 3 4 1 2 1 3 4 2 1. إيه ده، النادي الأهلي عمره ما لعب 3 طول عمره بيلعب 4؟ لا خلاص، عارف إن عندهم كل الشغل كله من الكورة العرضية، يبقى ياسر ورامي وبدر وأيمن لغياب علي معلول ومحمد هاني وديفندرين ديانج وعمرو السولية، قفشه بيتحرك من الديفندر على الوينج رايت او الانسايد رايت، صلاح محسن من الديفندر للانسايد ليفت، وفيرويد ثابت محمد شريف. احنا شفنا النادي الاهلي هو ده شكل النادي الاهلي اللي احنا مش عايزين نشوف اقل من كده. تحت الكوره لعيبه كلها فايقه، في حاجه مش هي مش عايز اقولها بره الموضوع، لا هي هايله. ايوه موجود قفشه وبعدين الشوط الثاني موجود حسين كده، صح كده المعادله دي. كده المعادله سليمه، هي جديده كده المعادله سليمه، كده المعادله سليمه اللي هي ايه، انا خدت من حسين الشحات 20 دقيقه، هو ده حسين الشحات اللي احنا عايزينه يعمل ده. عنده اكتر كمان يا كابتن عمرو، احنا عايزين بس واخد ستيب باي ستيب، واحده بواحده واحده بواحده. اشتغلنا بالحته دي، قفشه عمل الجزء المطلوب منه لغايه 60 دقيقه او 65 دقيقه على اكمل وجه. صلاح محسن عمل الحته الهجوميه والدفاعيه والكونتر اتاك، تحول من الدفاع للهجوم، راضي يعني. هايل راضي. هايل راضي عن مستوى الاهلي في بريتوريا اكتر من مستوى الاهلي في القاهره بكتير بكتير بكتير. طب خلينا بقى